اللي انت بتقوله ده جميل، وجمهور النادي الاهلي يقول لك 100 فل و14، لكنه في النهايه انت عارف خساره مباراه زي السوبر ولا انها ضربات ترجيح الدنيا بتقوم وما بتقعدش، والجماهير بتزعل وبتغضب. يعني السنه اللي فاتت زعلت خساره امام اتحاد العاصمه الجزائري، والسنه دي زعلت عشان خساره امام نادي الزمالك. فالناس بدات تقلق للمستقبل، يعني رجعت تاني نغمه المهاجم، رجعت تاني نغمه الجناح، رجعت تاني نغمه التدعيم، رجعت تاني نغمه البطء اللي حضرتك قلت عليها، رجعت تاني نغمة العين اللي بتختار. يعني مثلا مودست ما كانش أفضل ما يكون، وبالتالي ما زالت الناس كلام الكابتن محمد رمضان إنه الأهلي هيجيب صفقتين، أنت عندك يوم 25 يعني 12 يوم فقط لا غير، بتخططوا لده إزاي؟ هل هناك بطء بالفعل؟ هل هناك تأخير بالفعل؟ هل هناك نقص في الأموال بالفعل؟ هل هناك تفاوض الآن من أجل ضم صفقتين جديدتين للنادي الأهلي؟ طيب ناخدها من الأول. نعم، دايما انت بتبص على السكواد بتاعك ايه الاماكن اللي ناقصه. نعم، كان في اماكن نقصت وجي بدايل فيها. لما بتتكلم على اصابه نجم زي معلول، نعم، ربنا يشفيه ويرجعه للنادي الاهلي تاني. نعم، كان لازم تتحرك على طول. لازم اللي يجي يلعب. نعم، يعني ما ينفعش اعمل صفقه واجيب لحد اجيب لاعب ما يبقاش بينافس على الاقل اللي موجود، ما يبقاش احتياطي. نعم، يجي يلعب وده حصل. داري حصل بعد عبد المنعم على طول. بن رمضان رقم عالي جدا على النادي الاهلي رفضناه. الساعي بقى موجود، وعمر ساعي ولد كلهم بيقولوا لعيب كويس بروميسنج للنادي الاهلي. عندنا أربع لعيبة بيلعبوا أجنحة، اتنين أجانب واتنين مصريين. عندك اتنين مهاجمين موجودين، باقي واحد. باقي واحد. نعم. وده احتياج، وعندك لسه مكان لأجنبي. فأنت بناء على برضو دي نقطة مهمة، رؤية للنادي متمثلة في كابتن الخطيب في اللجنة